اسعد الله مساءكم بألف خير ما كنتم مشاهدينا الكرام، واهلا بكم الى مسائيات الوطنيه ابداها معكم بابرز العناوين. عمل الحكومه في ميزان البرلمان ومواقف النواب تتباين حول الاداء الوزاري. امام بوابه البرلمان الوقفات الاحتجاجيه اختلاف في الشعارات وتوحد في الغايات. جمع النصرة تجدد موعدها مع ساحة ابن عباس وابو الحنان لا يحل ضيفا عليها. نقابة صحفيين تقفز على خلافاتها الضيقة وتنجح في كسر الهوة بين فرقاء مشهدها الانتخابي. أهلا بكم إلى تفاصيل. انطلقت صباح اليوم السبت بمباني الجمعية الوطنية الغرفة السفلى بالبرلمان الموريتاني في العاصمة نواكشوط أعمال جلسة على نية لمناقشة حصيلة عمل الحكومة لسنة 2016 وأفاقه المستقبلية بحضور الوزير الأول يحيى والحدامين. وتخصص الجلسة لإبداء النواب لملاحظاتهم على الحصيلة التي قدمها الوزير الأول في جلسة الأربعاء الماضي. عبد الله الزبير حضر الجلسة وعاد بالتقرير التالي. من جديد الوزير الأول أمام البرلمانيين بعد أيام معدودة من عرضه لبرنامج حكومته. قضايا كثيرة وجوهرية تقدم بها السادة النواب موالاة ومعارضة أمام الوزير الأول تحت قبة البرلمان الذي كان محاطا بأعضاء حكومته بالجمعية الوطنية. النواب كانوا بين متسائلين ومثمنين لما تحقق من بنى تحتية في المجال الطرقي والمائي والصحي والعلمي. مشاكل إذا فرضت نفسها ضمن مداخلات السادة النواب إضافة إلى قانون النوع المثير للجدل ومشاكل الصحة والتعليم والشبكات الصحفية المتخصصة. كما هو حال الفريقين تقدم نواب المعارضة بأسئلة شككت في أغلبها في الإنجازات التي تحققت وطالبت بالمزيد من الإنجازات حتى وصلت مطالب بعض المعارضة بضرورة إعطاء الموالين من مقاطعته مكانة لائقة بخصوص التعيينات في الحكومة. أما الموالات ورغم أن بعض نوابها تقدم ببعض المشاكل في مجالات التعليم والطرق إلا أنها اتفقت على تثمين ما أنجز وشدت من عضد الوزير الأول وآزرته في كل ما تقدم به ضمن برنامج حكومته المعروض بحر الأسبوع الماضي أمام البرلمانيين. هي إذن وقفة تقييمية وقربلة موضعية لما تقدم به الوزير الأول أمام البرلمانيين بخصوص برنامج حكومته، فحول البرلمانيين إلى فسطاطين، مؤيد مع بعض التحفظ ومعارض مع وقف التنفيذ، لأن البرنامج مجاز من طرف أغلبية تسيطر على البرلمان. عبد الله الزبير، الوطنية. وأمام بوابة الجمعية الوطنية رصدت عدستنا عديد التظاهرات التي رص أصحابها الصفوف حاملين شعارات تعبر عن مطالبهم، وذلك تزامنا مع الجلسة التي عقدها نواب البرلمان الموريتاني في إطار مساءلتهم الوزير الأول عن حاصلة عمل حكومته للسنة المنصرمة، حيث كان مطلب عمال شركة بيزورنو حاضرا وبقوة. المواطنين ضعاف، أولادنا ضعاف، والشاشر اللي يتامى واللي عندهم شيء ياكلوه، اللي ما عندهم شيء ياكلوه، واللي يموت تظل تجري الليل كامل والنهار ما يحصل عليه شيء، واحنا شاقلين بايدينا وبكرعينا وضعاف وندارو حقنا، ندارو حقوقنا، ندارو حقوقنا اللي من الزمن نجروا ليلا ونهارا ندارو لا حقوقنا، وتو ودايرين لا من عند مولانا انه يمرق لنا حقنا وتو واصلين فيه. فيها أسرة رشيد مصطفى هي الأخرى اجتمعت أمام البرلمان في وقفة احتجاجية، وذلك للتعبير عن مطالبتها البرلمان الموريتاني بضرورة العمل على كشف مصير ابنها المفقود منذ فترة طويلة. أنا يعني جاية من أسرة رشيد مصطفى، أنا أخت شقيقتين قالت تسلم مصطفى، وطالبة من محمد العبد العزيز باسمه رئيس الدولة يدخل لنا في أخبار الراجل يعرف إنه هو منين مصيره شنو، كافينا هذا 6 سنوات. أهله فاصلين فيه وقبيلته فاصلة فيه وأسرته فاصلة فيه وموريتانيا كاملة فاصلة فيه، وعندنا معلومات عنه في نقران قولاي قال ما نعرف كان صحيح ولا ما صحيح، الدولة هي تعرف كان صحيح ولا ما صحيح، والدته شيبانية عادت الدور ومولي تبات تبكي مع ديال مولانا الدور.
خلد المجلس الأعلى للشباب اليوم السبت بكلية العلوم والتقنيات في جامعة نواكشوط العصرية اليوم العالمي للعلوم، وتميزت هذه التظاهرة بتقديم عروض حول أهمية البحث والابتكار العلمي في عصر وصل فيه العلم إلى درجات عالية من الاكتشافات في مجالات التكنولوجيا الحديثة، خاصة في الطب والبحوث الجيولوجية والتصنيع. واستدعت لجنة التعليم والتقنيات والبحث والابتكار بالمجلس الأعلى للشباب المنظمة للنشاط أزيد من 200 تلميذ من ثانويات وإعداديات نواكشوط والثانوية العسكرية ومدارس الامتياز لزيارة المخابر العلمية بكلية العلوم والتقنيات. الزميل حدنا مبارك معه المزيد حول هذا الموضوع. مباني كلية العلوم والتقنيات بجامعة نواكشوط العصرية تحتضن النسخة الأولى من عيد العلوم الذي يحتفي به المجلس الأعلى للشباب بموريتانيا بإشراف من لجنة التعليم والتكنولوجيا والبحث والابتكار على تنظيم هذه الفعاليات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمشاركة الإعداديات والثانويات بولايات نواكشوط الثلاث. يسعدني باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن أشرف معكم اليوم على افتتاح أول نسخة من يوم العلم بموريتانيا، ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أنوه بالجهود الجبارة التي تقوم بها الدولة في هذا الإطار تشجيعا منها للعلوم التقنيات والتكنولوجيا لكونها رافعة للتنمية ودافعة للاقتصاد من أجل المكانة اللائقة بها بين الأمم. وفي هذا المضمار أشيد بالجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للشباب وكذلك كل الفاعلين من أجل الرفع بقدرات الشباب وتنويرهم للطريق أمامهم. رئيس المجلس الأعلى للشباب خصص كلمته لأهمية هذه التظاهرة مثمنا إياها بما تقوم به من تحفيز وتطوير وتكوين ودعم للشباب وتشجيع روح الإبداع لديه في مجالات العلم والتكنولوجيا والبحث والابتكار. المجلس الأعلى للشباب ينظم هذه التظاهرة اليوم الذي هي عبارة عن عيد للعلوم لتشجيع الشباب الموريتاني على الابتكار وعلى البحث وعلى أن يأتي بالجديد، ولتشجيع التلاميذ يعني على البحث العلمي وعلى أن تكون لديهم تلك الطاقات التي لديهم أن يستطيع البلد أن يستفيد منها في مجالات العلمية وأن يبتكروا أشياء جديدة يستفيد منها الوطن. هذا هو كان يعني الهدف الأساسي، وكذلك شرح هذه المواضيع العلمية التي يعني عادة ما لا يفهمها الكثير والآن يتم تبسيطها للشباب ليتم يعني الاستفادة منها لكي يستطيعوا أن يقوموا فيما بعد أن يتخصصوا في تخصصات تخدم الوطن وتخدم تقدم هذا الوطن وأن يكون هناك مبتكرين موريتانيين شباب. هكذا أسدل ستار النسخة الأولى لعيد العلوم والتي يهدف من ورائها القائمون عليها إلى تشجيع التخصصات العلمية واكتشاف الشعب العلمية الموجودة بكلية العلوم والتقنيات من خلال عروض لنشر العلوم. حدن المبارك الوطنية. قالت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج خديجة مبارك، قال إنه تم إطلاق سراح عشرات الموريتانيين الذين كانوا موقوفين في عدد من الدول مثل الجزائر وتونس والنيجر وبلجيكا، وأضافت خلال إطلاقها عمل مركز عمليات الطوارئ لتقديم المساعدة للمواطنين الموريتانيين في الخارج، تم تنظيم عمليات إعادة مئات المواطنين الموريتانيين وإنقاذهم خلال الأحداث المأساوية التي وقعت في العديد من الدول، نذكر منها ساحل العاج وليبيا وسوريا وجمهورية إفريقيا الوسطى والكونغو ومؤخرا اليمن والكاميرون. وقالت إن قطاعها عمل من جهة أخرى على إعادة 80 مواطنين موريتانيين توفوا في الخارج خاصة في الجزائر والصين وفرنسا وغينيا بيساو ومالي وكندا والمغرب وغينيا الاستوائية. مشاهدينا الكرام، نشرتنا متواصلة من قناة الوطنية، نعود بعد فاصل قصير. We'll be right back.
أهلا بكم من جديد. خرجت أمس الجمعة مظاهرة في ساحة ابن عباس وسط العاصمة الموريتانية نواكشوط للمطالبة بالحكم بالإعدام على المسيء الذي سبق أن أدانته المحكمة الجنائية بتهمة الزندقة. وطالبت المظاهرة التي قادها علماء وأئمة ومشايخ الجهات القضائية بتطبيق الشريعة الإسلامية والقانون في المسيء، وهما اللذان ينصان على إعدام المسيء للجناب النبوي الشريف. وكان علماء موريتانيون قد أفتوا بأن ساب النبي صلى الله عليه وسلم لا يستتاب وينفذ فيه حكم الإعدام على الفور وفق تعبير أحد هؤلاء العلماء. زميل سيدي محمد والمحمد مبارك والتفاصيل. بعد سلسلة من الوقفات التي اعتاد الشعب الموريتاني على تنظيمها في كل جمعة لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، هي الأطياف السياسية تدخل على خط التظاهر طلبا لإعدام المسيء لنفسه ولد مخيطير، حيث شارك صالح الحنان رئيس حزب حاتم في المهرجان الذي نظمه المنتدى العالمي لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا اليوم من ضمن ان شاء الله احباب الرسول صلى الله عليه وسلم نوقفهم على المسلمين الموريتاني، وقفتهم اللي لهم زمن واقفينها من اجل نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ما هو يلتعود يكون مسؤولية كل واحد منا مهما كان موقعه مهما كان موقفه. نختاروا كاملين مصرين على أن حكم الله تبارك وتعالى يطبق في هذا المجرم اللي تجرأ وتجاسر على مقدسات الأمة ومن أهم الرسول صلى الله عليه وسلم. جموع الحاضرين وقفت وقفة رجل واحد لتوجيه رسالة إلى جميع السفارات الغربية مفادها أن الشعب الموريتاني يرفض رفضا باتا أي حماية دولية للمتطاول على الجناب النبوي الشريف. جينا هنا راجعين من الله أن نعود مكثرين السواد أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن جاني طالب كريم من الشيخ الشريف الرضا يحفظه إن شاء الله ويطول عمره. وراجعين نعود صادقين في النية. الخرجة التي جاءت تعبيرا عن نصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم تظل في عمومها جزءا من هبة شعبية احتاجت الجماهير الخروج فيها كل جمعة، وإن تميزت هذه المرة برسالة أخرى مفادها أن كل الفوارق والاختلافات تذوب أمام نصرة النبي وتتحد الجموع في ضرورة تطبيق الشريعة في المسيء لجناب الأعظم. وفي انتظار ما سينطق به القضاء في حق ولد مخيطير، لا يزال الموريتانيون يترقبون بعين واعية وأذن صاغية إلى ما ستؤول إليه الأحوال، وعيونهم على تحقيق العدالة بإعدام ولد مخيطير. سيدي محمد محمد مبارك، الوطنية. وللمزيد حول هذا الموضوع مشاهدينا الكرام نستضيف لكم اليوم في الاستوديو السيد الشيخ إبراهيم والشيخ ولبوه خليفة أسرة أهل الشيخ ولبوه. أهلا وسهلا بك ضيفا في نشرة الوطنية. بداية أود أن أسأل عن موقف العلماء والمشايخ والقيادات الروحية من القضية. على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أولا قبل كل شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا كاملين بصفة عامة إلى وقفنا لهنا، لكن الله عبر عن ذاك اللي فروح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو فات ربنا سبحانه وتعالى أعطى صفاته وزكاه كامل بصفته، زكاه بصر، زكاه كامل، زكاه في خلقه، زكاه في معلمه، وزكاه في جميع الأمور اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويالتنا احنا كامل نعود واقفين وقفة واحدة لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه وقع نصر مولانا به اللي قال بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس، هاي جيته هو. وقال مولانا إن ينصركم الله فلا غالب لكم، قال مولانا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هو مولانا نصر ونصرته هو ذلك نعدله حنا كامل، ذلك تعدل الناس كاملة، تعبير تعبير كلها يعبر عن نفسه موقفه من قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو نقطتين مهمات نختين نتطرق عليهم. يالت مدة خالط وقال القرآن ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. معناه حد خرج من بيته ماشي لاه ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن يعلن ما يعطوا يدخلوا فيها الأمور الأخرين المتسيسين. طيب يعطوا تعود مسألة اسمح لي قليلا بالمقاطعة سندخل في هذا الموضوع، لكن
إجابة على طبق السؤال، ما هو الدور الذي من المفترض أن يقوم به العلماء والمشايخ والقيادات الروحية في هذه القضية، خصوصا من مسألة المسيرات والأخطار ربما التي من المحتمل أن تكون محتقة بالخارجين في المسيرة؟ شوف بالنسبة لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس الواخذين في رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلماء، ذاك اللي عند العلماء اللي في ارواح العلماء انا ماني عارف وشنو، غير بالنسبه لموقف العلماء وقيادات الروحيه والمشايخ الموجودين في موريتان في العالم كامل وموجودين في موريتان، لين تلاقوا ينصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسب ظني ياتهم ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم نصر حقيقي، ما هو نصر نفسي، يعود حد ناصر رسول الله هو في نفس الوقت ناصر نفسه، وما هو ناصر رسول الله ناصر نفسه. ياتوا ينصر رسول الله، ما يخلط الحابل بالنابل، هل يستوي الظلمات والنور؟ ما يقدر يستوى. طيب أنتم تلمحون إلى قضية إدخال المسائل الدينية في الأمور السياسية، يعني طبعا كيف؟ معناها أن يعطي المشايخ كامل بصفة عامة بعلمائها ومشايخها كله يعرف الدور ذاك اللي عليه. العالم عنده رسالة لا يوصلها، لا يوصلها لذو الناس اللي ما عندها مستوى العلم ولا يقريها ذاك اللي قرأ هو. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، وقال إن وهذا معناها أن يالت العالم يعود عارف موقفه هو من قد ذي الأمور ذنبت، ما يخلط السياسة والدين ويخبزهم واخبر هو فنيته، ولا يالت صاحب المشايخ الروحية واحد منهم يقبل ويعود كأنه لا يخلق السياسة مع الدين، الدين وحده والسياسة وحدها. طيب اسمح لي، أين اختلطت هذه الأمور؟ ما الذي تقصده بالضبط؟ يعني في قضية النصرة أم في قضية المسيء إلى رسول عليه الصلاة والسلام؟ ذا الصيد قاع أنا قاع اسمه ما نقول نسمي، عرفتي؟ هذا الصيد اللي معد المرد أنا قاع اسمه ما نقول نسمي، بي اللي نسميه وهذا الله أن فمي لا يتنسس، ما نختار نسمي. يا قهربع اللي قايل انا هون اللي متكلم انا عليه هون ورك على ان الناس اللي لا تنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم واللي ماشيه لا تنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشايخ لا ينصر رسول الله. شوفي هون اسمحي لي، هون الموضوع شوي لابد لي من مس منه باختصار، موضوع لابد من مس منه. شوفي احنا مشايخ قيادات الروحيه عارفين وضعيتهم، هم دورهم شنو؟ دورهم ياتهم يعودوا يربوا ارواح الناس على الوحدة، ياتم يربوا الناس على التقى، وياتم يربوا الناس على معرفة مولانا، وياتم يربوا الناس على طريق مولانا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تهتدون. العلماء دورهم لو كوة على أنهم يقروا الناس رجاش يقبل ويقره العالم ويعود ماشي يتبع ذاك القره العالم، وضح له ولوخر واحد في ربي أرواح الناس على هذا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وضح له يقال لين يقبضوا احنا، لين يقبضوا المشايخ، لين يقبضوا المشايخ بصفة عامة ويقبضوا هذا الدين ويقبوه ويخلطوه مع السياسة ويعود الدين عاد متخلطه بالسياسة، يقدوا العامية يتخايلهم يتصورهم على أن المسألة مسألة بسيطة ومسألة عادية وتبارك معالة تنهمك فيها الأمة وينهمكوا فيها الناس كاملة على أن هذه المسألة مسألة عادية. الدولة حنين اسمح لي شوي، الدولة والسياسيين عندهم أمورهم هما خاصة بهم، وقيادات الروحية عندهم أمورهم الخاصين بهم، والعلماء عندهم دورهم الخاص بهم، معناه ان كله يعطي يوقف على دوره هو اللي يتعلق به. طيب اسمح لي ما سأسأل عنه في نفس الموضوع، برايك هل تم تسييس قضية المسيء الى الرسول عليه الصلاة والسلام من جانب احد القادة الروحيين او من جانب احد العلماء؟ والله لا والله. كيف؟ ما نقدر عينه رجاش قال اللي شفت مش تابعت في التلفزيون وشفت الامور وصلت على ان المساله دعات الناس تسيسها، حتى الشريحه اللي في موريتان شريحه فيها علماء وفيها فقهاء وفيها الاتقياء اللي هي شريحه قال شريحه المعلمين، ما يعطي الناس تقبلها كامله وتزجها في الوضعيه على ان هم متحملين المسؤوليه، هم الشريحه وهم نزيد المواطن والناس كامل على ان هم لقبهم وحده يعطيهم يتفخروا به. طيب كي لا ندخل في قضايا اخرى ربما ليس لدينا وقت في النشر
10. سؤال أخير أود الإجابة عليه باختصار، هل الخروج في هذه المسيرات كما عبر البعض عدم المشاركة في هذه المسيرات هل يجعل من المتقاعس عن الخروج في هذه المسيرات مرتد؟ شوفي ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. مساعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام ما تلفن. يا غير الناس اللي متولين القضية ومتولين الأمور ومتولين المسائل يعطون ما يسيسون الأمور يخلون المسألة واضحة. طيب وصل. واضحة للمسلمين واضحة. وصلت الفكرة. وصلت الفكرة. للأمة. وصلت الفكرة. اسمح لي الوقت يضيق لدينا. شكرا جزيلا لك الشيخ إبراهيم وللشيخ ولبو خليفة أسرة أهل الشيخ ولبو، كنت ضيفا معنا في الاستوديو. شكرا جزيلا لك مشاهدينا الكرام. نخرج فاصل قصير نعود بعده لمتابعة ما تبقى من نشرة مسائية الوطنية. من جديد مشاهدينا الكرام، قالت مصادر مطلعة إن رئيس حركة إيرا بيرام ولداه العبيدي سيصل موريتانيا يوم 15 يناير 2017 عن طريق العبارة بمدينة روسو. وحسب المصدر فإن هناك دلالة رمزية للزمان والمكان، حيث إن يوم 15 يناير 2015 شهد الحكم بسنتين على بيرام وبعض أعضاء الحركة الفاعلين، وهو ما جعله يختار هذا الزمان لعودته من الجولة الأوروبية. وقد تم الحكم على القادة آنذاك وأفرج عنهم بعد قضاء أغلب الفترة في السجن. قال المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين الموريتانيين إنه يقدم اعتذاره لكل الصحفيين وللرأي العام عن ما وصفها الإشكالات التي حصلت خلال الفترة القليلة الماضية في مسيرة النقابة، مسجلا ارتياحه للاتفاق الذي وصفه بأنه مكن من تجاوز الإشكالات الداخلية. وأكد بيان صادر عن مكتب نقابة الصحفيين انتهاء تلك المرحلة وطي صفحتها، مضيفا أنه سيتم فتح باب التشاور مع الزملاء الصحفيين الذين عبروا عن رغبتهم في الترشح لقيادة النقابة خلال المؤتمر القادم. وأعلن المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين عن تمديد آجال الانتساب حتى يوم الثلاثاء القادم، ووصف التمديد بأنه يأتي ضمن إجراءات التحضير للمؤتمر الثالث العادي للنقابة. في نهاية الدورة 27 لأسبوع الصداقة والأخوة الذي عقد في منطقة غابو بغينيا بيساو، دعا المشاركون لعودة موريتانيا إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، داعين قادة دول المجموعة لوضع آلية لهذه العودة. وقد انعقدت النسخة من هذا اللقاء الإقليمي تحت شعار مساهمة التعاون الإقليمي عبر الحدود في التكامل. ونتحول بكم الآن إلى جديد المختصرات الدولية مع الزميل عبدوتي. صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس محذرا من أن نظر السفارة الأمريكية للقدس سيعرض السلام العالمي والإقليم للخطر، مؤكدا أن لدى السلطة خيارات للرد على القرار في حال تم تنفيذه من طرف دونالد ترامب. كشف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عقب لقائه بنظيره التركي بن علي الدريم في بغداد أنه تم الاتفاق على طلب الحكومة العراقية بسحب القوات التركية من معسكر بعشيقة شمال أرض الرافدين. اتهم جون كيري روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
الوكيله بالولايات المتحده. بهذا ناتي واياكم مشاهدينا الكرام الى ختام هذه المسائيه من الوطنيه، اسعد جدا بتقديمها لكم. عوده الى ابرز العناوين. عمل الحكومة في ميزان البرلمان ومواقف النواب تتباين حول الأداء الوزاري، تابعتم أيضا في نشرتنا الليلة. أمام بوابة البرلمان الوقفات الاحتجاجية اختلاف في الشعارات وتوحد في الغايات. جموع النصرة تجدد موعدها مع ساحة ابن عباس والحنان لا يحل ضيفا عليها. وتابعتم معنا أيضا نقابة الصحفيين تقفز على خلافاتها الضيقة وتنجح في كسر الهوة بين فرقاء مشهدها الانتخابي. ختاما لكم من أجمل تحايا ومن فريق عمل هذه النشرة في أمان الله.